ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة الداخلية بسحب جواز سفر عضو مجلس الأمة السابق وليد الطبطبائي، وألزمت الوزارة بإعادة الجواز إليه. وكان قد تم سحب جواز سفر الطبطبائي في بداية شهر سبتمبر الماضي عند تقديمه طلبا لتجديد الجواز في إدارة الجوازات، ما دعاه إلى تقديم الدعوى القضائية. المحامي عادل العبد الهادي أوضح أن الداخلية استندت إلى مذكرة أمن الدولة التي أشارت إلى أن سفر الطبطبائي إلى الأراضي السورية تسبب في تعريض مصالح الكويت وعلاقتها بالدول الصديقة إلى الخطر. العبد الهادي أوضح خلال اتصال هاتفي معه أن المحكمة استندت إلى عدم صدور أي حكم يقضي بتقييد حرية الطبطبائي وعدم تقديم الحكومة أي دعوة تثبت فيها خطر الطبطبائي على أمن البلاد. من المستغرب تماما ان وزاره الداخليه قامت في البدايه بالقاء اصدار جواز للدكتور وليد الطبطبائي باعتبار عضو مسابق، وبالتالي رجعت مره ثانيه عن هذا القرار وقررت سحب الجواز الصادر له بموجب قرار من عندهم، قرار يعني تعسفي لا ينبغي ان يكون. وكان ذلك من مبرراتهم ان صدرت لهم يعني مذكره من جهاز امن الدوله باعتبار ان الدكتور وليد الطبطبائي كان مغادر الى سوريا، وهناك كان عرض مصالح الكويت للخطر، وبالتالي من خلال جهاز يوتيوب منشور من خلال مراكز يعني التواصل الاجتماعي كشفوا ان هذا يمثل خطر على الكويت وعلى علاقاتها بالدول الشقيقه والصديقه، وبالتالي قرروا سحب جوازه. وكان من المضحك المبكي ان الحكومه استندت في دفاعها انها هي تخشى على الدكتور وليد الطبطبائي من نفسه لنفسه، وكان هذا من المضحك ان يعني تغرر الحكومه انها هي خايفه على الدكتور وليد الطبطبائي في دفاعها المقدم من الفتوى التشريع على اساس ان خايفين عليه من مصالحه على نفسه. يعني هو يعني هذا كلام يعني هراء وكلام لا ينسجم مع الواقع ولا ينسجم حتى مع طبيعة الدكتور وليد الطبطبائي ولا بطبيعة أي كويتي يعني حر طليق في هذه الدولة، لا يقيد قانون ولا يقيد تصرف يعني آخر غير قانوني. وليد الطبطبائي أيضا بمشاركته في الرحيل إلى سوريا ولا غيرها ينطلق من نص المادة 31 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تغييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا لأحكام القانون. إذن إحنا أمام نص كبير عظيم حفظته الدساتير وحفظته حتى شريعة السماء قبل لا تحفظ الدساتير والقوانين، وبالتالي اللي حصل من وزارة الداخلية يعتبر انتهاك صارخ لحرية أي شخص وبالأخص الدكتور وليد الطبطبائي. كما استندت قالت أنه وفقا للقانون، وفقا للقانون هل الدكتور وليد الطبطبائي صدر في حقه حكم مغيد لحريته وبالتالي يجب على الدولة أنها تستند عليه؟ لا. هل الحكومة يعني أرفعت دعوة حتى قضائية وقالت أنه هو يهدد سلامة يعني الأمن بين الدول؟ لا. هل الحكومة رفعت يعني مذكرة احتجاجية على أساس أن وليد الطبطبائي ارتكابه لهذا العمل أدى إلى المساس بالدول الأخرى؟ أيضا لا. وبالتالي اللي حصل من الحكومة كان يعني غريب. ردت عليه المحكمة وقالت لم يثبت لدينا أن الدكتور وليد الطبطبائي قام بشيء عكر صفو العلاقات بين الدول الشقيقة والزبيرة، إنما الدكتور وليد الطبطبائي باعتباره شخص سياسي واعتباره عضو مجلس أمة سابق عبر عن رأيه، وبالتالي لا يجوز للحكومة أن تصادر له رأيه ولا يجوز لها أن تتعسف في سحب الجواز وفقا لنصوص السحب الموجودة في قانون الجوازات. وبالتالي صدرت الحكم بمسودته، وإحنا طلعنا حتى يعني الصيغة التنفيذية على الحكم، وكان الحكم أنه هو إلغاء القرار المطعون فيه وسحب جواز سفر اللي هو سحب جواز سفره مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم جواز سفره والعمل بموجبه، وأمرت بتنفيذه على مسودته. إذن المحكمة أيضا استجابت للطلب المقدم
بأن يتنفذ الحكم بالمسودة، وبالتالي أصبحت الحكومة الآن في موضع محرج. أتمنى أنها ما تتعسف مع آخرين، والدكتور الطبطبائي أدرى بمصلحة نفسه، والدكتور الطبطبائي شخص مخضرم في السياسة، وبالأكثر من هذا هو عضو مجلس أمة سابق ودكتور في الشريعة الإسلامية وأقدر على إدارة مصالحه.